أما الثانية أيها الأحبة فلماذا الصوم؟ لماذا نصوم؟ هل مقصود الشارع جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجوع الإنسان؟ أن يترك طعامه وشرابه فحسب؟ أن يغير المألوف من غير علة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا أردنا أن نعرف لماذا نصوم فلنتأمل ألفاظ هذا الحديث وما صح من رواياته. إيمانا، إيمانا بماذا؟ إيمانا أي اعتقادا بحق فرضيته، فرضية الصوم، وأن يصومه مصدقا بوعد الثواب عليه، بوعد الله تبارك وتعالى، وعد بالثواب والأجر، فهو يؤمن بأن الله فرض ذلك وأنه من شرائع الدين، فيذعن وينقاد قلبه لذلك، وهو مؤمن أيضا بأن الله يجزي على هذا العمل والصوم ويوفي الصائمين أجرهم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا كله داخل في قوله إيمانا، فلا يكون ذلك من باب الموافقة للناس أو العادة، رأى أهل البيت يصومون فوافقهم، لا، وإنما يكون ذلك إيمانا. وقد قرأت في بعض المقابلات قبل سنوات، مقابلات مع شباب النصارى في بعض البلاد العربية يصومون، فسئلوا عن هذا فقالوا: رمضان فيه تغيير، فالمسلمون من جيراننا وأهل حينا يصومون، ثم هناك الموائد على الإفطار، وذكروا صنوفا من الأطعمة والمشروبات، فهم يتمتعون بالجلوس على تلك الموائد، فيكون ذلك بالنسبة إليهم لونا من التغيير للمألوف، وليس ذلك الصيام قد صدر من إيمان بأن الله شرعه وفرضه، أو أنهم يؤمنون بأن الله يجزي على هذا العمل إيمانا واحتسابا. وأما الاحتساب فهو أن يطلب الأجر من الله جل جلاله، أن يحتسب الثواب، وذلك بأن يصومه عن معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. هذا حاصل عبارات أهل العلم في تفسير هذه الجملة في هذا الحديث الشريف: واحتسابا. وإذا أردنا أن نعرض واقعنا على هذه الجملة نجد أن بعضنا قد يخالفها، فهو لا يحتسب في هذا الصيام، يستثقل، فإذا أعلن دخول الشهر تثاقل ذلك وظهر منه ما يدل على تبرمه وتسخطه، وإذا أعلن عن إكمال العدة في آخر الشهر فهو أيضا يستثقل ذلك ويتبرم. ومثل هذا الله تبارك وتعالى غني عنه وعن عمله، فينبغي على الإنسان أن يتقي ربه وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء، فإذا ظهرت مثل هذه الكليمات فقد تأتي على عمله، ولا يكون له من صيامه إلا الجوع والعطش. إنسان يستثقل العبادة ويتكلم بلسانه ويظهر ذلك أمام الآخرين، يتأفف من الصيام ومن اقتراب شهر الصوم، ويتذمر ويضيق صدره بسبب ذلك، فهذا ليس ممن يصدق عليه قوله
واحتسابا. ولو كان عنده من الإيمان ما يكفي ويفي فإنه لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا السلوك وأن يتفوه بمثل هذه الكلمات. ولكن إذا ضعف اليقين أيها الأحبة بوعد الله عز وجل أو بشرعه فإن الإنسان يتبرم ويستثقل الطاعة والعبادة وشرائع الإسلام.